بعض العلماء بيقولوا إن الابتسامة بتساعد في التخفيف من التوتر والقلق، وكمان بيقولوا إن هي بتساعد في الحد من حل المشاكل وإنك تكون إيجابي. طب تخيل بقى إنك تبتسم كده كل شوية وصحتك بتكون كويسة جسديا وعقليا. أنا النهاردة هبدأ يومي بابتسامة وأقول صباح الجمال والضحكة الخفيفة على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال من برنامج حكاوينا بالمصري مع ندى هدى. سعيدة جدا ان انا اكون معاكم النهاردة، وبعتذر جدا عن عدم حضوري الحلقة اللي فاتت. تعالوا نرحب بزميلتي الجميلة هدى، تقديم مشترك. ازيك يا دودو؟ ازيك يا ندى، عاملة عاملة ايه؟ ايه؟ الحمد الحمد لله، لله. وحشتيني قوي الحلقة اللي فاتت. وانتي كمان. كنت مفتقداكي. معلش بقى، اي ظروف كده حصلت، بس ان شاء الله مكملين ومش هيحصل كده تاني. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نرحب بضيفنا ونشوف هنتكلم عن ايه. ابقوا معانا. النهارده حلقتنا مختلفة، هنتكلم عن ازاي تكون تعيش لايف ستايل، ازاي تقدر تتعامل مع كل انواع التغذية في نظام، كذا نظام كل الناس بتبقى ماشية بيه. طيب زي ما بيقولوا بالبلدي كده، لكل شيخ طريقة، لكل دكتور طريقة، ولكل واحد مننا ليه نظام بيمشي عليه. حياته هتكون ماشية ازاي، طبيعتنا ازاي، جسديا وعقليا ونفسيا اهم حاجة، كل ده هيوضحه لنا دكتور امير اخصائي تغذيه وسمنه. تعالوا نرحب بيه. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا ند. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. الحمد لله. جاهز؟ اه طبعا جاهزين. مستعد؟ من الساعه 7 الصبح. يلا بينا. يلا اتفضل. بدايتنا، ايه هي التغذيه بشكل عام يا دكتور من وجهه نظر حضرتك؟ يعني من وجهه نظري، وكويس قوي ان انت قلت من الموضوع من وجهه نظري ده، عشان في طبعا هيقابل بالرفض او الكود. بالظبط. التغذيه بالنسبه لي هي روشته الدم. تمام؟ لازم الدكتور يكون فاهم كويس قوي هو بياكل الحاله ايه. تمام. ولو بيوصف لها دواء بيوصف لها دواء ايه. تمام. ولازم ده يتابعه، ممكن يبقى في نسبه استجابه كويسه جدا، ممكن ما يبقاش فيه، ممكن يبقى قليل، ايا كان. ده طبعا لازم يكون بيتغير على حسب اللي هو شايفه مع الحاله بتاعته. تواصل يعني. اه طبعا مهم جدا التواصل. طيب الامبريشن او المقابله الاولى بينك وبين الكيس اول مره دي بتبقى عامله ازاي؟ ما هو يتقبلك يرفضك. بالظبط كده. فاول مره طبعا دي اهم حاجه ممكن في الموضوع بالزبط. كله يعني دي اهم حاجه في الاوبريشن عموما. لازم اول مره تقعدي مع الدكتور بتاعك، لازم يبقى اولا مقابله كويسه جدا، ولازم ياخد وقت معاكي كفايه عشان هو يقدر يقرا او يعرف حضرتك بتعملي ايه في حياتك. ما ينفعش اول مره دي تبقى 5 دقائق او 10 دقائق، لا ده طبعا ما ينفعش. فيعني اتليست لازم يبقى مثلا نص ساعه بيسالك فيها عن كل حاجه، كل حاجة. حضرتك بتقومي امتى، بتشربي امتى، بتاكلي امتى، بتنزلي امتى، بتشتغلي ايه، ايه المشاكل الصحية بتاعتك، ايه الهيستوري بتاعك، الباك جراوند بتاعك، عندك مشاكل قبل كده اتعالجتي منها، وايا كان عملتي عمليات، حاجات كتير جدا. ده طبعا بيفرق في البلاننج عموما، ده بيفرق في الطريقة اللي هو يتعامل معاكي بيها. بس بعض الناس بيبقى عندها خجل ان هي خايفه ان هي تقول لحضرتك انا مريضه الضغط او عندي سكر او عندي مشكله طبعاً. بعاني منها، بس انت مع الوقت بتكتشف ان في حاجه. لازم حضرتك رايحه لدكتورك يبقى لازم تكوني بتثقي فيه، ده اول حاجه. تمام. او حتى لسه ما وثقتيش فيه بس لازم تكوني صريحه معاه عشان يقدر يحل لك مشكلتك. لازم اقول كمان العادات الغلط اللي انا بعملها والعادات كل الصح حاجة. عشان اعرف ايه اللي انا غلط اعمله عشان اوصل اللي انا عايزاه. بس انا بقول برضو الموضوع ده بيعتمد على الدكتور اكتر مش على الحاله. يعني ممكن تكون الحاله فعلا زي ما انت بتقولي عندها مشكله في النهايه تقول مشاكلها يعني. فلازم هو طبعا يبدا يسال واحده واحده، لازم هو يستشف في حاجات زي كده. حضرتك هنا تتبع الاسلوب السقراطي بقى ان انت تبدا تجيب منه الاجابه غصب عنه. لا لا على فكره في حاجه مهمه برضو بالنسبه لموضوع التغذيه او دكتور التغذيه، لازم يكون بيفهم حاجه اسمها الحاله النفسيه للمريضه. بالظبط. تمام. مفيش مريض سمنه او مريض نحافه ما عندوش مشكله نفسيه. لازم يكون عنده مشكله حتى لو ما باينلكش ده. فلازم تكون بتتعامل معاه وفاهم كويس قوي انت بتعمل ايه. المشاكل النفسيه اللي هي بتقابله بقى ان هو مش قادر يمشي، ان هو مش عارف كتير. يلبس في عقبات بتقابله، في حاجات كتير مش قادر يتحرك. ممكن مثلا لو حد اكتر من 100 او 150 كيلو ما يقدرش يلبس الشوز بتاعه، فدي حاجه صعبه جدا. مش بيعرف يوطي، ما ينفعش مثلا اقول له اقلع الشوز بتاعك ويطلع على الميزان، فده طبعا حاجه. يعني لازم يكون عنده المبادئ دي. بس دي اهل حاجه، دي اقل حاجه مع الحاله. طيب حضرتك اتكلمت مع الحالة وعرفت الدنيا، تطلب بقى بعد كده الانبادي بتاعها؟
مش قبل بقى الان بادي يعني، هو في الاول احنا بنفهم اللايف ستايل بتاعها ازاي، بنشوف هي او هو بيشتغل ايه، ظروفه ايه، على اساس ان انا لما اجي اديله خطه او نظام يبقى عملي، ما يبقاش حاجه. طيب بعد اذنك يا دكتور نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، استنونا. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، ويلا نكمل كلامنا مع دكتور امير اخصائي تغذيه وسمنه. يا دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الان بودي. تمام. طيب انا وضحت بس الاول موضوع الحياه النفسيه، ولازم طبعا ابقى عارف كل البيشنت شيت يعني اللي هو بالظبط بيعمل ايه والكلام ده. بعدين بقى بطلعه طبعا على الميزان، بشوف بقى نسبه الدهون بتاعته وكثافه عظمه وكتله عضلاته والميزان طبعا والسوائل ونسبه الحرق، ده كله بيقيسه جهاز موجود عند كل الناس يعني. تمام. وانا طبعا من قراياته دي اقدر ان انا اشوف هو مشكلته عامله ازاي، يعني هو الشيبنج حتى بتاعه مظبوط ازاي او ايا كان. طيب احنا كده مشينا ستيب باي ستيب كده، خلصنا الميزان، طلعنا شفنا وزنه قد ايه، حلو جدا، عرفنا ان هو مثلا سي مثلا عريض عنده وزنه 80 كيلو طوله 167. تمام. ما عندوش اي مشاكل. تمام. ضغطه احيانا بيرتفع واحيانا لا. تمام. انت عايزه نظام غذائي؟ لا اكيد مش عايزه توصلي. طب ولو يعني خلينا عمليين، تفتكري ان انا اوصف حالتي على الهواء؟ اكيد لا. مفيش مشكله. طيب الستيب بقى الاولاني النظام الغذائي بقى، نمشي ايه خطوه خطوه؟ اول نظام هتتابعه معايا الاول انا بديله انا يعني انا كدكتور امير عامل ورقه 21 نصيحه. دي مفيش حد جاني العياده ما خدش الورقه دي. ده بالنسبه للموضوع التغذيه يعني هقولها لكم باختصار كده بالظبط. لازم طبعا يكون في لايف ستايل اساسي معايا او مع اي دكتور تاني، ده من وجهه نظري، اتفقنا على كده من البدايه. لازم يكون في اساليب صحيه بتتعمل كل يوم، مش بقى النظام بس. لا ده بالنسبه لي ده اهم من النظام. ان انا بصحى زي ما الناس بتصحى والبدري تمام، وبفطر وبعد كده بنزل اروح اشوف شغلي، وبعدين باجي وقت الغداء اتغدى والعشاء اتعشى. تمام. في ناس طبعا يعني ظروفهم او اكل عيشهم زي ما بيقولوا بيمنعهم من الحاجات دي، بس طبعا بنحاول ان احنا نقرب المسافات شويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا بحافظ على شرب السوائل بتاعتي، الميه طبعا، مش البيبسي والحاجات دي. تمام. المية. الناس اللي ما بتشربش ميه كتير يا دكتور دي بنتعامل معاها ازاي؟ مفيش حاجه من غير ميه يا استاذ ندى، مفيش اي حاجه من غير ميه. طب نعوض بسوائل؟ مفيش ميه يبقى مفيش اي حاجه. نعم. نعوض بسوائل، شاي اخضر مثلا. جميل، مفيش مشكله، ما دي برضه فيها ميه. اي حاجه ميه، مش لازم الميه نفسها. لا مش لازم الميه نفسها، ممكن يكون حاجات ثانيه تحتوي على الميه بس بنسبه كبيره. يعني لو انا مثلا المفروض اشرب لتر ميه وانا شربت كوبايتين، ممكن اخد ثلاث كوبايات مثلا، كوبايه نسكافيه وكوبايه شاي اخضر. احنا اتفقنا ان يكون في محتوى مائي بس بنسبه كبيره. تمام. طب ايه راي حضرتك في الميه بليمون اللي على الريق دي؟ ما فيش مشكله منها، بس طبعا دي بنتجنب بعض الحالات، يعني ما يبقاش حد عنده مثلا ارتجاع مريء ولا التهاب معده ولا بتاع ويقول لي ميه بليمون. بالنسبه لارتجاع المريء ده يا دكتور، اخر وجبه المفروض ياكلها بتبقى الساعه كام؟ والله انا في حالات او في بعض الحميات لازم يبقى في مواعيد معينه، وفي حاجات لا. على حسب، احنا اتفقنا في البدايه ان دي روشته علاج بالظبط. تمام. في ناس بتاكل بعد الساعه 12 وبتخس، في ناس بتاكل مره واحده بتخس، وفي ناس بتاكل 20 مره وبتخس. صح. فعلى حسب كل حاجه، بس اكيد في مشكله عندنا. ايوه طبعا، ما كل حاله ليها مشكلتها، فانت الفكره ان انت هتحددي المشكله دي الاول وبعدين انت تقدري تريتد. طب سؤال يا دكتور، هل ممكن يكون فعلا الشخص كان يحافه كويس، جسمه كويس مظبوط وبياكل كتير ومش بيخس، بس ممكن يكون عنده كتل دهون موجوده في جسمه؟ ممكن جدا. ده طبعا بيعتمد على نوع الاكل بتاعه او نوع او جيناتيكالي، هو واحد مثلا او عيله عندهم جناب او عندهم بطن او عيله عندهم ارداف او دراع او ايا كان. طيب العمل الوراثه ليه اساسي في الموضوع ده؟ طبعا اساسيه جدا، كل حاجه وراثيه دي حاجه اساسيه، اي حاجه وراثيه دي حاجه اساسيه. في ناس مثلا عائلتهم جلطات، عائلتهم سكر، فلازم يتجنب. لازم يبقى فاهم حاجه زي كده ولازم يتجنب. طيب انا عايزه نظام غذائي صحي مناسب لمرضى السكر والضغط. جميل. مرضى السكر بقى، كويس انت فتحت الموضوع ده، وده سؤال وحقيقي عليه. ميرسي كتير. لازم مريض السكر لازم يتفصل له نظام. تمام. لازم يتفصل له نظام، ولازم يكون ثابت مش متغير. اي حاله تانية ممكن اديله متغير، لكن السكر لا. لان انا باكله على حسب جرعاته.
لو ما كلش فيه مشكله، ولو كل اكتر فيه مشكله. تمام، فده بيعتمد على الدكتور المتابع ليه ايا كان بقى، دكتور الدكتور الغدد بتاعه، او دكتور البطنه بتاعه، او دكتور التغذيه بتاعه، ودكتور واي واحد فيهم الثلاثه لازم يكون فاهم الكلام ده كويس. لازم يكون فاهم ان مريض السكر لازم يكون بياخد جرعه معينه من الانسولين مثلا او ايا كان، ولازم يكون جرعه معينه من الاكل، ولازم تكون ثابته. يعني مريض السكر لو وقع اكله هيجي له غيبوبه، بالظبط، ولو كتر سكره هيعلى، وهو مش هيقدر يتصرف في نفسه. فهي دي الفكره. طب هو مش عارف يتغلب ان هو ما ياكلش رز وعيش، انا عايز الاثنين. وممكن ياكل رز وعيش ولكن محسوب زي ما اتفقنا، زي ما بكميات. هو لو كل صحي اللي هو بدون رز وعيش، يبقى ده ممكن يبطل دواء السكر اصلا. وكان عندي كذا حاله بطلوا دواء السكر والضغط، ده حقيقي والله، ده حصل. تمام. طب ندخل في انواع الانظمه يا دكتور. حلو. في مثلا كيتو، في كيماوي، في جميل، في كذا حاجه كده. جميل. ممكن تمسك لنا كذا واحد واحد كده وتقول لنا ايه رايك فيه؟ يعني العادي، العادي خالص، اللي هو لو حد زي ما انت قلتي الحاله اللي انت قلتي عليها، اللي هو يعني مش اوفر ويت قوي، ما عندوش مشاكل، ده ممكن نديله حاجه متكامله. يعني ممكن نديله فطار اوردينري عادي، يعني بيضه مثلا او شويه فول مع نص رغيف بلدي او اسمر او سن او حاجات اللي هي. ما باكلش بيض ومش باكل فول. ما بتاكلش، ما بتاكليش زبادي وما بتاكليش فول؟ اه. طب ماشي، وماله، في حاجات كتير. زي ممكن جبنه مثلا، ممكن فيتا شويه بقى تونه او مغسولين نستو بالخل. او كده، ايه ده؟ فيتا لايت مثلا او نستو لايت، ولا ايا كان مفيش مشكله، المهم ان هو يحصل على الاربع اركان بتاعت الوجبه الرئيسيه. طب في ناس ما بتحبش تفطر كده، تقول لك البسكوت والعصير. تمام. طب هو البسكوت والعصير اولا دي فيها مواد مش مظبوطه، هاخد دايجستيف وهاخد عصير ماشي اوكي دايت. بس انت بتدفع الفاتوره. تمام. كل حد بياكل حاجه او بيدخلها بقه هو اللي بيدفع الفاتوره، مش الدكتور بتاعه. بس هو الدكتور بتاعه بيقول له والله موجه بس. بالظبط كده، والله اللي انا شايفه صح بالنسبه لك هو 1 2 3، لو انت عملته هي هيحصل كده. انا حر، عايز اوصل لهعمل. برضو عايز اقول حته مهمه، ال ال الحاله نفسها هي اللي عليها الاختيار. بالزبط. اختيار ما بين صحته او حياته. تمام. انا ممكن احسب ان انا عشان اكل عيشي طول النهار قاعد على مكتب او ايا كان، طب ما هو ده انا هدفع فاتورته، انا اللي هدفع فاتورته، مش حد تاني هيدفعها لي. انا ممكن ابقى بحسبها ماني وايز، وبنزل الصبح وبكسب ومش عارف ايه، وبسيب صحتي على جنب. طب ما هو انا مش هقدر اكسب ده كتير، مش هقدر اشتغل ده كتير، فلازم صحتي هتتعب، ولازم هيبقى غصب عني بعد كده. طب دكتور احنا برضو جالنا وقت قلنا العيش السن بيجيب هشاشه وكتره مش كويس وكده، المكرونه دي فعلا صح ولا مش صح؟ في حاجات بتساعد برضو. كويس ان انت قلت الكلام ده. ممكن امشيه اسبوع اسبوع. في حاجات بتساعد وفي حاجات مسببه. في ناس، في مثلا ناس تيجي تقول لي يا دكتور ما الموز بيتخن، انت ليه كاتبه في النظام؟ هو مفيش حاجه ربنا خلقها بتتخن وبتخس، مفيش كده. هو الفكره ان في حاجات مناسبه لحضرتك وفي حاجات لا، بس لكن مفيش حاجه اسمها دي بتتخن، دي بتعمل هشاشه عظام، ودي مش عارف ايه، لا خالص. هو انا بس ببص على الحاله، الحاله دي هل اصلا عندها استيرويدز ولا عندها هشاشه، عندها ايا كان ولا لا. يبقى لو في حاجه زي كده يبقى بمنع الفوسفورس كومباوندز كلها، اللي هي الحاجات اللي بتنزل الكالسيوم في البول والحاجات دي. طب ما انا ما اكلش عيش سن عشان بيعمل هشاشه واشرب بيبسي؟ لا، ما احنا في الدايت ده مش هنشرب بيبسي اصلا. يعني في ناس تقول لك يوم الفري. طيب برضو بعض الدكاتره بتقول لما نيجي نعمل طبق السلطه مش نحط فيه طماطم عشان الطماطم فيها املاح، فالاملاح بتزود في الجسم. جميل. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ والله في انظمه. أيوة. انا بقول نحط طماطم زي الكيتون مثلا. تمام. احنا اتفقنا ان كل حاجه مناسبه او مش مناسبه. تمام. فانا لو بدي نظام زي كيتون مثلا، احنا عندنا فتره كده في الاول انا بسميها كيتون فلو. اللي هي فتره التعب بالبلدي. يعني خلاص احنا بناخد شويه ايام تعبانين، ده نتيجه ان في املاح كتير جدا ومعادن بتنزل من جسمي، ده لازم يحصل. تمام. فانا بعوض ده بايه؟ بالطماطم، ممكن ملح خشن. تمام. ممكن احط معلقتين ملح خشن على لتر ميه واشرب كل يوم، مش هحس باعراض وحشه خالص. ملح على ميه؟ طب كده هيحصل شفت انت قلت ايه؟ لا مش هيحصل طبعا. ازاي؟ ده هيقلل اعراض الكيتون فلو، او اللي انا قلت لك عليه فتره التعب بتاعت الكيتون في الاول. بس انا جربتها مره. لان انا بفقد ميه كتير، فبفقد املاح كتير، ده ممكن ينزل ضغطي كمان. لازم اعوض. طبعا نعوض. فالطماطم ساعتها هتبقى عليك، مش هتبقى حاجه مضره. تمام. فاهماني؟ لكن طبعا في انظمه تانية لا، ممكن تكون نقلل شويه، او مثلا حد يكون ضغطه عالي ما ينفعش ان انا اكله طماطم ولا برتقال ولا الحاجات اللي بترفع الضغط. طيب الغده الدرقيه والغده الكظريه هنا ليها دور؟ جدا طبعا، دي حاجات اساسيه.
انت كده دخلتي اندوكراينال بقى، انت كده دخلتي وانا همشي ستيب باي ستيب. تمام، احنا اتفقنا من البدايه ان الدكتور بيحدد ايه المشكله. تمام، ممكن تكون مشكله هايفه من وجهه نظر الدكتور، ممكن من وجهه نظر الحاله تبقى مشرك بيها، زي اللايف ستايل، وده تقريبا الموضه. الموضه ان انا مش بفطر بدري، بتعشى متاخر، باكل مره واحده في اليوم طول النهار في الشارع ايا كان، او بجيب الجانك فود او الحاجات السريعه. لكن ممكن تكون مشكله بالنسبه للحاله بسيطه وبالنسبه للدكتور كبيره، زي الاندوكراين اللي انت قلت عليه، اللي هي المشكله هرمونيه. ممكن واحد عادي خالص، يا دكتور انا مش باكل كتير ورايح وباكل صحي وكل حاجه ومش بخس، بدي بالنسبه للحاله مشكله بسيطه، لكن بالنسبه للدكتور مشكله كبيره. لازم طبعا الدكتور يطلب منه فحوصات اللازمه، او هو لو شايف ان هو محتاج ان هو يشوف حاجه زي كده يخليه يعمل التحليل ويبص عليه. هتلاقي طبعا حاجات زي كده لازم طبعا هو او يحوله على حد تاني متخصص بخصوص الموضوع ده، يظبط له موضوع هرمونات. لكن هنا نقدر نقول ان احنا ما ينفعش ان انا اقول مثلا حد اعرفه مش على نظام غذائي وخس عليه، لا خلاص هاتيه وانا همشي عليه. طيب. ما ينفعش. معنا تليفوني هدى. معنا تليفوني يا دكتور بعد اذنك. الو الو، صباح الخير استاذه زينب. صباح النور. حضرتك ممكن اسال الدكتور سؤال؟ ايوه طبعا اتفضلي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا استاذه زينب. من فضلك ممكن تكلمنا شويه عن ميزو سيرفي لمنطقه البطن، يعني لو صغيره والجسم مظبوط وفي بس منطقه بطن، يعني لو سمحت. اوكي اوكي، شكرا شكرا. ماشي يا فندم اتفضلي. شكرا يا دكتور، مشرف. لا بتحضر. ماشي. موضوع الميزو سيرفي بالبلدي زي ما قلنا هو جراحه بالسرنجه. تمام. طيب. ميزو سيرابي ده يعني في حاجه ميزو هير، في ميزو فيس، ايا كان. خلاص، يعني جراحه بسرنج عشان الناس بس تفهم المصطلح. طيب احنا ما بنحقن ايه؟ ده برضو انا شايفه على حسب الحاله. بنحقن ايه وفين؟ بنحقن في البطن مثلا، ما فيش ست ما عندهاش بطن. تمام، هو ربنا خلقها تكوينيا عندها بطن. كنت اسال حضرتك في حاجات خاصه كده بس نكمل السؤال. طيب البطن طبعا دي موجوده عند الست من اول ما كانت بيبي. خلاص، ليه؟ لان ربنا حاطط شويه الدهون الزياده في البطن عشان تحافظ على البيبي بعد كده. تمام، فبتيجي بعد كده تولد او ايا كان، فبيعمل مثلا سيزيريان او طيب معانا اتصال. معلش يا دكتور. الو. الو، السلام عليكم. استاذه اسراء ممكن بس تعلي صوتك شويه؟ سامعاني؟ لا سمحت، ممكن اسال؟ ايوه اتفضلي، هو سامعك. كان وزني 100 كيلو، فدلوقتي وزني 75 كيلو. كانت 100 وبقت 70 كيلو؟ بقت 75. طب كويس. ايه سؤالك بقى؟ عندي كعمش كده في البطن وترهلات في البطن. ترهلات في البطن. تمام. بعد ما خسرت السولوريد بقى الهيومن. تمام. تمام. في سؤال تاني حضرتك حابه تساليه للدكتور؟ هو الجسم بتاعي فوق كويس، عندي زياده في الارداف. أرتفع. تمام. أنا ما سمعتش الأخير. عندها زيادة في الأرداف. تمام. تمام. ماشي يا فندم، اتفضلي. هو تقريبا الجسم نزلت بس في بقى ضفوف أماكن اللي هو محتاجة يتعمل لها نحت. تمام. حاجات تساعد. طب خلينا برضو نتكلم في الموضوع الأولاني وهو ليه علاقة بالموضوع تاني. فطبعا الناس بتتضايق بعد ما ممكن يكون في حمل ورضاعة وحاجات كده. فبتلاقي البطن بتاعتها كبرت. خلاص؟ فبيروحوا عند دكتور عايزين يعمل ميزو ثيرابي. طيب ماشي، مفيش مشكله. هو بس انا عايز اقول ان البطن اول حاجه بتطلع واخر حاجه بتنتهي، بتروح يعني. هو ده غير التبريد؟ ده غير ايه؟ التبريد. ده غير التبريد. تمام، في حاجات كتير جدا طلعت الايام الاخيره، يعني كرايسيرابي والكافيتيشن والحاجات اللي هي اللي مالك يعني ممكن نقول لو عايزين ننزل منطقه البطن، حضرتك بتقول اخر حاجه بتنزل. بالظبط كده. نقول هتنزل بعد قد ايه مثلا؟ بتنزل بعد 3 شهور. وبتنزل خالص يا دكتور؟ بتنزل بجد. ما تنتظريش نزول بطنك من اول يوم في الدايت، ما ينفعش. لا انا قصدي في الميزو سيرابي. الميزو سيرابي دي حاجه احنا بقى بنحقنها، دي حاجه مثلا بتاكل الدهون او حاجه بتوسع الاوعيه الدمويه او حاجه منشطه شويه الخلايا عشان هي ايه تساعد المنطقه دي شويه ان هي تنزل. طب سؤال، بيبقى في نتيجه في الشيب لكن مش مفيش نتيجه في الميزان. ما بتجيبش امراض؟ لا ما اعتقدش. ما تعتقدش لحد دلوقتي مفيش ابحاث قالت ان هي بتعمل مشاكل. طب بيرجع تاني؟ طبعا ممكن جدا، ممكن جدا ترجع تاني. طيب معانا اتصال، مدام عبير. السلام عليكم. الو، وعليكم السلام، ازيك يا مدام عبير؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. الدكتور معاكي. ممكن اكلم الدكتور؟ اكيد، هو سامع حضرتك.
لو سمحت، انا كنت وزني 118 تمام وعندي 40 سنه. حلو. ودلوقتي انا على ان انا السبع خطوات بتاعت الدكتوره سالي لو تعرفها، ماشي بدون ذكر اسماء. تمام تمام فخسيت لغايه دلوقتي، انا بقيت 111. طب حلو. فعاوزه يعني اخد ادويه ولا افضل ماشيه على النظام زي ما انا؟ هنتكلم في موضوع الادويه. وانت السبع كيلو دول خسيتيهم في قد ايه؟ في حوالي شهر كده، شهر ممتاز وحاجه ممتاز. يعني ممتاز. تمام خلاص ماشي، الدكتور هيجاوب على سؤالك. يا بشرب ميه سخنه الصبح بليمون لو ديت غلط او في اي حاجه، وبشرب قهوه خضراء كتير. حلو. يعني مثلا قبل الاكل بنص ساعه ثلاث مرات في اليوم. حلو الكلام. وبتعشى زبادي بليمون بالليل. طيب تمام ماشي، اتفضلي اتفضلي. هنجاوب على السؤال التاني بقى. عشان خاطر ايه الوقت بقى. الارداف وال تمام. الـ 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 الاستاذه اللي خست وعندها ديفوهات دي ما بتلعبش رياضه. ودي كانت من ال 21 نصيحه اللي احنا اتكلمنا عليهم في البدايه. لازم الرياضه ألعب رياضة. بتساعد في حرق الدهون مع النظام الغذائي. انت قلتي موضوع الجينات بتاثر طبعا. ولكن لو انا بلعب رياضه مش هتبقى موجوده، ازاي هتبقى موجوده؟ طب هي لو لعبت دلوقتي، بدات دلوقتي تلعب. ماله، مفيش مشكله. الرياضه ملهاش وزن، ملهاش وزن ولا عمر ولا ولا اي يعني مفيش اي موانع. طب هل الرياضه اللي هو مشايه وجيم وكده ولا ايروبكس وزومبا؟ على حسب الحاله. والله على حسب السن. واحده مثلا 60 سنه ما ينفعش اروح اقول لها اعملي ايروبكس وزومبا مش عارف ايه. تمام؟ لازم يعني يبقى بالنسبه لها ماشي كويس، يعني لو هتمشي حتى شويه ده كويس. لكن لو واحده عندها 20 سنه تقوليش انا همشي نص كل نص ساعه، ده طبعا مش هيبقى مناسب. لازم تكون بتلعب حاجه اكتر كده. الحاله الثالثه، خلينا بقى نتكلم على هي سالت على الادويه. هو انا بس عايز اقول الحاجات المفيده ما تبقاش كتير قوي. يعني ما ينفعش اشرب كوبايه ميه بليمون 10 مرات في اليوم عشان خاطر اخس، ده مش كويس. ده اسمه اكسس دوز. تمام. ما ينفعش اشرب قهوه كتير كل يوم عشان اخس، ده برضه مش كويس. يعني هي كانت بتقول انها بتشرب القهوه القهوه الخضراء ثلاث مرات قبل ده كتير الأكل. انا بقول اي منشطات او اي كافيين ما تبقاش بعد الساعه 7 بالليل. تمام. لاني بعد كده انت كده بترهقي جهازك العصبي. فمش هتنامي كويس، فهتقومي الصبح مش مظبوطه، فهيبقى نشاطك قليل وهتعملي مشاكل. تمام. ده طبعا هياثر على حرقك. بالنسبه بقى للادويه، عشان ايه هي فتحت الموضوع ده. طب معانا تليفون. طب اتفضل. استاذ محمد. الو الو استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اسال الدكتور؟ ايوه يا فندم اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. يا دكتور انا سني 45 سنه والوزن 93 سنه 93 كيلو. تمام. وطولك قد ايه؟ الطول 165. تمام. طبعا ميزانك كتير شويه. ميزانك كتير شويه. تمام. هو الدكتور هيجاوب على سؤال حضرتك. هو اكيد انت عايز نظام غذائي تمشي عليه، صحيح؟ تمام. طب طيب. الدكتور احنا لما نيجي نشيل الوزن من الطول بنعمل المعادله. والله يعني دي والله انا بحسبها بطريقه بسيطه قوي. ايه بقى؟ انا طولي مثلا 160. خلاص انقص ال 100، اشيل ال 100. يبقى فاضل 60، اشيل منها 5. اشيل كمان منها 5؟ اشيل منها 5. بعض الدكاتره بتقول لنا لا انا اخلي زياده 3 كيلو عن الوزن بتاعه كدهون انثويه او في ناس كتير تشوفني تقول لي دكتور انت محتاج تتخن شويه، لكن انا اطلع على البادي ماس ان، اطلع على البادي ماس اندكس بتاعي والبين بادي بتاعي يقول ان انت عندك كل حاجه اوكي. حضرتك بتقول نشيل الخمسه عشان الخمسه دول مثلا يعني انا اقدر العب فيهم ان انا اخس كيلو انزل كيلو. بالظبط كده. لكن مش هيبقى هو ده المثال. المثال بص يا ستي، هو انت عندك هيكل عظمي او سكيلتون ربنا مديهولك، ده عامل زي اساس البيت. انت بقى عامله اساس بيت بيشيل اربع ادوار، انت رحت مزوده كمان دورين. فايه اللي هيحصل؟ الاساس هينهار. ممكن عاجلا، ممكن اجلا، ايا كان. نجاوب على سؤاله والسؤال اللي قبليه عن الادويه. اللي هو بتاع الادويه. الادويه بقى من حوالي اربع خمس ست سنين كده بقى في حاجات غريبه بتحصل في البيت في السوق وعند الدكاتره وحاجات كده. انا يعني انا قلت في البدايه ده من رايي، رايي المتواضع، رايي. انا سالت حضرتك من وجهه نظرك. بالظبط كده، عشان ما حدش يتضايق مني. بالظبط. اول حاجه عند الدكتور، انت حرقك وحش. لازم تاخد ادويه. تمام. وبنعمل كلكعه كده وكعبله نفسيه بالنسبه للحاله. يقول لك ايه ده، طب انا كده انا هموت ولا ايه؟ لازم اخد ادويه وهكذا. المهم يعني ان الحاله فعلا بتاخد الادويه بتاع التخسيس وتلاقي نفسها بتخس كويس جدا، وبعدين توقف الادويه دي تروح ايه راجع تاني. طيب. تمام. طب ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان انا اديت للحاله دي منشط او اديت له حاجه
تقفله شهيته تمام. وانا ما فكرتش ابدا ايه الاضرار او ايه على اللونج ران ايه اللي ممكن يحصل تمام. طبعا الحاله فرحانه وفي قمه سعادتها ان هي بتخس 5 6 كيلو في في الاسبوع. و سابني امساك يا دكتور قولون. اه طبعا لازم هيعمل لك مشاكل لازم، لان مفيش دكتور بيدي لحد دواء من الحاجات اللي هي بعد الكيس بتعاني مع حضرتك من الامساك معظمه. طب ايه الحاجه ما بيشربوش سوائل كويس؟ طب بشرب سوائل بس برضه عندي امساك. ممكن ندي بقى مولاين ساعتها. هو بصي ادويه التغذيه من زمان قوي او من ساعه ما عملوا الموضوع ده كانت اغلبها ملاينات، يعني احنا كنا بنخسس بس زمان بالملاين. كنا بندي ملاين بس عشان نخسس وناكل الاكس او حبوب نصار بالظبط كده. ده كان دي كانت ده لما تراجع تاريخ يعني التغذيه طيب. هتلاقي في اول الادويه هتلاقي كلها كانت ملاينات. وبعد كده بقى الموضوع اتطور شويه. ولكن طبيعي جدا ان الحاله يحصل لها امساك، لان هي ما بتاكلش دهون كفايه، ما بتاكلش حاجات تمشي شويه التواليت تمام. يعني حضرتك انا اقدر ان انت بترفض الادويه؟ والله انا ما قلتش كده، انا قلت ان في حاجات بتحصل بدون حسبان تمام. لكن في عندي مشكله، لو في عندي مثلا حاله ما بتخسش او عندها مثلا لا قدر الله عندها مثلا باتر في اي طرف او ما بتقدرش تتحرك، فده طبعا لازم يكون في حاجه مساعده معاه. انا ما قلتش لا، بس الفكره ان هو ما يبقاش ده القاعده، مش دي الوسيله اللي من البدايه قصدي يعني. بس كده طيب. طيب هندخل بقى في الكيتو عشان هو دوت. طب ممكن قبل الكيتو عشان احنا بنتكلم فيه في توسع، عندي سؤال بس يا دكتور. بعض الناس او بعض الدكاتره بتقول ان الانثى لما بيبقى عندها دراعات ده بتبقى هرمونات الذكوره تقريبا زايده. طب هي بتتخلص منها ازاي؟ وفي الرجال مثلا لو الثدي عندهم دي بتبقى هرمونات الانوثه. تمام. طب إيه ازاي الدنيا بتظبط هنا؟ براجع الاول، براجع الاول خطتها في التغذيه او خطته في التغذيه. هو بياكل ايه؟ في ناس كتير جدا بتاكل غلط وده ممكن يؤدي لمشاكل هرمونيه زي ما اتفقنا تمام. في اكل بيزود الهرمون الستاتي او الهرمون الولادي عند الناس، ده طبيعي، ده موجود وبيحصل تمام. فممكن الاقي مثلا اللي هو عنده تسدي ده بياخد اصلا دواء في بيعمل حاجه زي كده، او بياخد مثلا هرمون معين عشان جيم او ماسل او ايا كان تمام. ممكن الاقي عند السيده دي ان هي اصلا اللايف ستايل بتاعها كده، ممكن تكون بتلعب سباحه مثلا وعندها شويه عضلات زياده، او هي هرمونيا كده بسبب مثلا كانت بتاخد كونتراسبتيفز او هرمونات منع حمله او ايا كان، او كان عندها مشكله هرمونيه مثلا اي حاجه. ممكن لا، لازم يكون في خلل، مش هينفع ان هو يبقى من نفسه كده، يا اما اصلا كان اكلها غلط وما خستش صح فساب طبعا الاثار دي. طب ولكن كل الحاجات دي بتتعالج، كل الحاجات دي ليها حلول مش ملهاش حلول. ندخل بقى في الكيتو زي ما هدى كانت بتقول. تمام. طيب هو احنا كده قصرنا مسافات كتير جدا بالنسبه للانواع بتاعت الانظمه. بالظبط. ولكن الكيتو دايت ده الموضه دلوقتي. ايوه بالظبط. يعني مفيش دكتور ما بيقولش كيتو. مع ولا ضد؟ بس طبعا من وجهه نظري الموضوع ممكن يكون مختلف شويه. مع يعني. انا معاه طبعا. انا معاه طبعا. بس طبعا لازم يكون مش معاه مع كل الناس، لازم زي ما قلنا في البدايه. انا بمنع منه بعض الحالات، في ناس كانت بتتابع عندي واتصل بيا من قريب، يا دكتور ممكن نيجي بس تمشينا على كيتون؟ يعني لازم حضرتك اشوفك الاول واشوف ده هينفع معاك ولا لا. مش هو ايه بقى الكيتو ده اصلا يا دكتور؟ الكيتون ده هو ان انا بعتمد على مصدر تاني للطاقه. تمام؟ هو المصدر العادي للطاقه هو السكر. تمام. احنا بناكل سكر عشان نعيش، الناس عايشه على السكر. تمام. اي حاجه مسكره. تمام. او النشويه، انا بقول على النشا سكر برضو. تمام. اللي هو المصدر السيء للطاقه، ده اسمه مصدر سيء للطاقه. ربنا لما خلقنا ما خلقناش نحوش سكر جوه جسمنا، بنحوش دهون صح. طيب يبقى الدهون دي اكيد فيها لغز او فيها سر. تمام. فاحنا بدلنا مصدر الطاقه السيء اللي هو السكر بالدهون. بس ده الفكره ببساطه. طب انا بقى جسمي عشان يقدر يتعامل مع الكلام ده بياخد شويه وقت. اللي هو الكيتون فلو اللي انا قلت لك عليها في البدايه. الكيتون فلو دي هي الفتره الوحشه اللي يعني جسمي لسه مش متعود ولسه بيخرف بيعمل حاجات كده مش طبيعيه في البدايه، لحد لما يبقى حاجه اسمها كيتون ادابتد. كيتون ادابتد ده كده يعني جسمي بقى بيعتمد على مصدر تاني غير السكر وما عندوش اي مشكله. لما تلاقي بقى نفسك بقيتي ذهنك صافي، مركزه، هاديه، بتنامي كويس، بشرتك اتحسنت جدا، شعرك بقى بيطول، ضوافرك بقت كويسه، كل حاجه كويسه، ده كده معناه ان انت دخلتي في المرحله الثانيه اللي هي كيتون ادابت. ده بعد ما احنا ده بعد لما انت جسمك بالظبط كده.
طبعا النظام الغذائي خلينا بقى نشرح شويه مور سنتيف. تمام النظام الغذائي بتاعه ايه؟ بالنسبه لموضوع الكيتون احنا اتفقنا في البدايه احنا بنغير مصدر الطاقه. طيب ازاي؟ ان انا ببدل كل النشويات بتاعتي والسكريات بتاعتي بالدهون. تمام. طيب في موانع ما قلناش حاجه، مش كل الناس تمشي كيتون. تمام. في موانع، الموانع دي هنتكلم عليها في النهايه، بس انا ازاي ده بيحصل في جسمي؟ انا بس في البدايه لما باكل سكر او نشويات في حاجه اسمها انسولين. تمام. الانسولين ده هو اللي بيعمل حاجات كتير جدا، بيعمل بناء، هو حاجه مهمه مش حاجه وحشه يعني. بيعمل بناء وبيعمل هدم وبيعمل بيقلل السكر في الدم وحاجات كتير. طب انا في البدايه باكل سكر كتير وباكل نشويات كتير، فالانسولين يطلع يقوم مدخل الجلايكوجين دي الخلايا عشان يحصل على طاقه. تمام. طب وانا اكتر فالانسولين يكتر، وانا اكتر تاني والانسولين يكتر، لحد ما يحصل حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم، اللي هو ايه؟ اللي هو خلاص الانسولين بقى بيطلع وانا مش قادر اترجمه من كتره، انا كل شويه استخدم انسولين، فبقى عندي ديبندنس، بقى عندي حساسيه الخلايا نفسها للانسولين، ما بقتش زي الاول. فبيحصل حاجه من ثلاثه، يا اما سمنه، يا اما سكر، يا اما بقى حاجات ثانيه زي التصلب الشرايين او الدهون الموضعيه او ايا كان. تمام. طيب انا بقى احل الموضوع ده ازاي؟ ان انا اقلل السكريات والنشويات، اخلي جسمي يعتمد شويه على مصدر ثاني للطاقه وهو الدهون. الدهون دي هتبقى موجوده عندك جوه الخلايا، انت محوشه دهون. فهيحصل ايه؟ هيحصل ان الدهون دي تخرج بره الخلايا تحصلي منها على مصدر الطاقه. تمام. تمام. طيب في ناس بقى تقول لك يا دكتور طب ازاي باي كميه؟ هو الكيتون المفروض ان احنا ما بنحددش كميات اكل، ازاي باي كميه؟ لان انت لما بتيجي تاكلي كيتون او بتعتمدي على مصدر ثاني للطاقه، في هرمونات بتفرز معينه اللي هو اللابتين يعني. ده بيخرج من المعده بيقول خلص للمخ ان انا شبعت، خلاص انا شبعت، بيدي اشاره للجهاز العصبي بالظبط كده. اللي كان بيعوقه ساعتها او اللي كان بيقلل الكلام ده او بيقلل حساسيته هو الانسولين. يعني انا لما اكل سكر مش هحس بالشبع، ممكن ابقى لسه واكله دلوقتي قطعه جاتوه كمان ربع ساعه جعان وافضل اكل 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 والانسولين يفضل يطلع 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 وخلاص. لكن انا ساعتها كده مش يعني انا مش هقدر احس بالشبع. خلينا بقى نتكلم في لما اعتمد على مصدر الدهون كمصدر طاقه، فاللابتين هيقدر يعمل شغله كويس وهتحس بالشبع. طيب بعد كده بيحصل ايه؟ احنا قلنا في البدايه بيحصل الكيتون فلو، اللي هو بنزل بقى سوائل كتير وبنزل املاح كتير وبنزل، فهحس في الاول ان انا تعبان شويه او هحس ان انا ضغطي واطي شويه او ايا كان. فلازم هنعوض ده بقى باللي احنا قلنا عليه برضو، اللي هو حاجه مثلا مكمله او حاجه فيها املاح ومعادن او ايا كان، مخللات بالظبط كده. عشان كده بنحط الملح والحاجات دي في الكيتو. بس فالكيتون عموما بيعمل حاجات كويسه جدا كتير جدا، ممكن يقلل لك يعني. احنا في بعض الدكاتره بتعالج حالات صرع بالكيتون، يعني في ناس مريضه بقره المخ ده حقيقي بجد. والله ده بيحصل. الكيتون هو حاجه مهدئه جدا للجهاز العصبي، فده طبعا هيظبط لك حرقك. هو مكوناته احنا بنعتمد على تقريبا من 60 ل 75% من كميه اكلك دهون. بس لازم تكون دهون طبيعيه، ما يبقاش دهون نباتيه او دهون مهدرجه او زيوت او مقليات او حاجات زي كده. تمام. فدهون طبيعيه لازم جسمك يترانسليت الدهون دي على صينيه حاجه زي اللي جواه. يعني دهون طبيعيه، ممكن دي تكون بقى زبده او دسم في لحمه او حاجات زي كده، يعني حاجات طبيعيه او قشطه. مش هتعلي الكوليسترول يا دكتور؟ لا ما تعليش الكوليسترول عشان طبيعيه. اللي بتعلي الكوليسترول هي الزيوت المضره او الضاره او الانسولين. تمام. الناس اللي هي الفيجيتيريان اللي هي مش بتحب الفيجيتيريان. تمام. لا انا ضد الفيجيتيريان. انا حتى ما بقدرش اصوم يعني. تمام. الفيجيتيريان مش هيدي لي كل حاجه. تمام. يعني هو انا ما قلتش حاجه، انا ما قللتش من اهميته، هو مهم طبعا لبعض الحالات، ولكن مش 100%. لو انا عايز احافظ على صحتي او انا واحد ستيبل يعني عندي كله تمام مفيش مشكله، عايز بقى اخلي ده على طول موجود، لازم اكون بعتمد على كل انواع الغذاء، ما يبقاش حاجه معينه. تمام. الفيجيتيريان كويس جدا، بس ده هينقص حاجات كتير قوي، يعني شويه معادن او املاح او كيتو يعني، عشان ندخل بروتين عضلاتك او عشان تبقى قوي البنيه يعني. طب الديتوكس؟ الديتوكس ديتوكس ده منقوع ديكوكشن. احنا بنحط اي حاجه تحتوي على املاح ومعادن في شط ميه، نسيبها شويه على صينيه تنزل كل الاملاح والمعادن دي ونشرب.
هو بيقول ان هو بينزل السموم اللي في الجسم ومفيد فعلا في الدايت، هل ده فعلا كلام؟ طبعا مظبوط. بس انت لو عملتي نظام صحي، انت اصلا انت كده بتعملي ديتوكس، يعني انت مش لازم اكون بعمل منقوع عشان خاطر اخس مع نظام غذائي. تمام، لا انا ممكن ادي ديتوكس ده لحالات مثلا عندها مشاكل في انزيمات الكبد او الكلى، حاجات عاليه، فلا ده يعتبر حاجه كويسه. معانا تليفون يا دكتور. الو استاذه ايمان. الو، اهلا وسهلا. وعليكم السلام، تشرفي يا فندم، اتفضلي اسالي سؤالك. عايزه اعرف راي الدكتور بس فيه. ممكن تعلي صوتك شويه؟ عايزه اعرف راي الدكتور. ايوه، تعرفيه في ايه بقى؟ طيب ايه؟ في الكيتو. في الايه؟ دايت الكيتو. لا مش سامعني كويس. ممكن تعديها تاني؟ الكيتو دايت. الكيتو دايت؟ اه تمام. طيب تمام، احنا كنا بنتكلم. هو الدكتور بيتكلم فيه بالفعل. بنتكلم فيه دلوقتي. حضرتك تابعينا والدكتور بيكمل معانا على الكيتو. ماشي يا فندم، اتفضلي. دكتور معلش، هو دلوقتي احنا في الكيتو هنمنع سكريات، هنمنع نشويات. هنمنع السكريات خالص، وهنمنع مش النشويات خالص. تمام. بس هو في النظام الكيتو ينفع لمريض السكر؟ اه طبعا، ليه لا، ده يعالجه من السكر. يعني هو بيقول احنا بيشيل السكر لان هو يحسن، او على حسب نوع السكر، بس عشان في كذا نوع للسكر. ولكن لو هو تايب 2 اللي هو العادي اللي احنا مشهور قوي، ده هيحسن الانسولين سنسيتيفيتي بتاعته، او هيحسن حساسيه الخلايا للانسولين، لان هو هيقلل الانسولين جدا. مش هينزل، مش هيبقى له عنده هبوط عشان ما احنا اتفقنا بقى مثلاً. في البدايه مريض السكر لازم يتفصل له نظام. هو ايه اللي وصله انه يبقى عنده سكر اصلا يا دكتور؟ ايه النظام الغذائي بس؟ ممكن يكون عامل وراثي، وممكن يكون يبقى واحد مولود بيه، وممكن يكون طريقته في الاكل غلط اللي احنا قلنا عليها. بس انا سمعت ان من بدايه سن معين ما اقدرش اقول ان ده وراثي. مين من بعد ال 30 مثلا ما اقدرش اقول ان ده وراثي؟ يعني هو ما كانش عنده ظهر مره واحده بعد سن 30؟ ممكن يكون عشان وراثي. اه طبعا ممكن جدا. وده طبعا لازم نفهمه من البدايه. يعني احنا بنطلب فحوصات واشعاعات وحاجات كده معينه عشان احنا نفهم السكر المعدل التراكمي بتاعه عامل ازاي. ما ممكن يبقى عالي وانت مش واخده بالك. تمام، فده طبعا بيقول لك شويه اعراض بتتقتل، المفروض بتستشفي في حاجه زي كده. طيب النظام الكيميائي الحرمان. لا ده امشي شرب كروم، ده عيب نتكلم فيه، ده عيب نتكلم فيه. واللي بيعمل كده يبقى يعني مش كواليفاي. لا مش كواليفاي. طيب حضرتك نكمل مكونات الكيتو. تمام، نكمل مكونات الكيتو. احنا قلنا من البدايه من 60 ل 75% دهون طبيعيه، ويشترط ان هي تكون طبيعيه. تمام، تاني حاجه البروتين ما يبقاش اكتر من 20%. تمام، ما يبقاش اكتر من 20%. طب معانا اتصال. طب اتفضل مدام عزه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي عايزه اسال الدكتور على طفل عنده 4 سنين. طفل 4 سنين. تمام. وحضرتك وزنه زايد قوي، فبالنسبه للدكتور الاطفال اللي هو متابعه قال لا ما تلعبوش اي حاجه بجسمه دلوقتي عشان غلط عليه، يعني يعملوا تخلف وحاجات زي كده. فانا دكتور تاني قال حددوا له غدد، حللوا له غدد، كتب كم نوع غدد كده. تمام، فالحاله دي ايه حضرتك؟ طب هو حل اللي انت قلتي عليه ده حل الغدد؟ لا لسه. بس طب ما هو لازم طبعا تطمني، ما ممكن يبقى فعلا عنده مشكله او سكر يا دكتور. هو وزنه 50 كيلو. ما هو ده كله هيبان، تعملي له غده درقيه وغده نخاميه اللي هو تي 3 وتي 4 وتي سي اتش، وتعملي له كمان تعملي له صوره دم برضه، وتحللي له سكر في البول او بول شامل، ممكن يبقى عنده سكر لا قدر الله. طب بالنسبه للسن ده مش غلط ان احنا لا طبعا مش غلط، احنا ما قلناش يمشي على حاجه معينه، احنا قلنا نشوف الاول ايه مشكلته، ولو يحتاج نظام غذائي وماله، مفيش مشكله. هو النظام الغذائي ده بعبع يعني؟ لا لا مش كده، اصل دكتور الاطفال خوفنا قال ما تلعبوش اي حاجه دلوقتي لان بتعمل تخلف وحاجات زي كده. هو احنا كده مش بنلعب يا استاذ، احنا كده بنعالج. احنا مش هنديله ادويه، انا ما جبتش سيره ادويه، لكن لو هو عنده مشكله واحتاج ادويه يبقى غصب عننا طبعا. يعني تحليل الغدد هيبين حضرتك؟ اه طبعا، مهم مهم جدا. هو بقى سنه كده ووزنه 50 كيلو، يبقى كتير طبعا. ولكن في البدايه، يعني انت في البدايه اللي تقدري تعمليه اللي احنا قلنا عليه، اللي هو يشرب ميه كويس، ممكن يلعب شويه رياضه. تمام، ده في البدايه، او يقلل حتى الحاجات اللي هو بياكلها غلط، بلاش الحاجات اللي هي. حضرتك وزنه 50؟ لا والله ابدا، انا واخده بالي جدا. 4 سنين. قليله وجبت له حاجات كتير قوي. بسيطه جدا. عموما ان شاء الله هتعرفي المشكله وتحليها باذن الله، ولكن برضو من البدايه لازم تكوني بتاكليه صحي، ولازم يكون حياته عموما مظبوطه. والله الاكل صحي وكله تمام، بس هو بس لو رايح الحضانه بيجيب صبايز مع السندوتش بتاعه الاصفر والقلم بس. يعني
تمام، يبقى نعمل التحليل ونشوف بقى ايه المشكله. ميرسي لاتصالك يا فندم. اتفضلي. ممكن تكون فعلا عنده سكر، لان السكر مش شرط اللي هو بيبقى رفيع وعنده سكر، لا بيبقى تخين. ممكن على فكره وفي مشاكل في الغدد، الاكل نفسه مش مظبوط. 50 كيلو 4 سنين ده ماله، ايه المشكله؟ 100 كيلو كمان لو كان غلط لازم طبعا يبقى كده بالطريقه دي. ممكن يكون الاكل غلط، وده الغالب. الناس بتعتبر دلوقتي البيبسي في الثلاجه ده العادي، وال الجاتوه في الثلاجه ده العادي، وام كل حاجه مسكره ده العادي. طيب احنا معانا 5 دقايق، احنا هنكمل الكيتون بقى. فيهم بقى. خلاص طيب. الكيتون احنا قلنا بيبقى لازم يكون فيه دهون، ولازم يكون فيه بروتين، ولازم يكون فيه نشويات. طب بس دكتور ممكن تقول لنا اليوم بتاع الكيتو مثلا زي ايه؟ يعني افطر طب معانا إيه؟ اخر احنا التصال، احنا اتفقنا معانا اخر التصال استاذ عبد الله. بعتذر جدا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد الله. نعم، انا عايز الدكتور. ايوه ست الكل، اتفضل. هو سامع حضرتك. عايز الدكتور يقول يعني على ممكن توطي صوت يعني التلفزيون، على الحاجات اللي بيقولها مثلا خضار، يقول كله كذا، كله مثلا كله مثلا طماطم، كله فص، كله كده نظام غذائي، لكن كله انجليزي ما هيش فاهمين حاجه. انا اسف. طب تمام. انا كنت قلت لحضرتك واتس مينينج اوف، انا اوتوميتد. خلاص، هو لو الدكتور قال اي مصطلح انجلش انا هعمله ترانسليت، ما عنديش مشكله. ماشي، انا هقول لك حياه كويسه جدا. اي حاجه ربنا خلقها هي حياه كويسه، لكن اي حاجه مصنعه لا. ابعد عن اي حاجه مصنعه. اي حاجه محطوطه في علبه لا. تمام. حتى لو حاجه كبيره واخده حقنا لا. اي حاجه ربنا خلقها مش وحشه. عمر ما ربنا خلق حاجه وحشه، احنا اللي وحشين. تمام. احنا بنجيب اللحمه نحطها في الفريزر ونطلعها ميته ونحرقها على النار عشان ناكلها. تمام. واسمي كلت لحم؟ لا طبعا، انت ما اكلتش لحم. انت كده كلت فايبر او كربون، حاجات محروقه. الفاست فود يا دكتور كل ده بيعمل برضه طيب اوفرلود. احنا قلنا ايه في البدايه؟ ناكل اللي ربنا خلقه. صح. يعني كان استاذي يعني قال كلمه كده عجبتني، بيقول نرجع لاصلنا. نرجع لاصلنا زمان. زمان الناس كانت بتطبخ ازاي او بتاكل ازاي، هو ده الصح. طيب. لكن اللي احنا بنعمله اليومين دول ده طبعا مع النظام شغل. الكيتو نقدر ندخل الاعشاب الطبيعيه معانا؟ طبعا، مستخلصات الاعشاب وليس الاعشاب نفسها اللي هي جميل جدا، بس لازم نكون فاهمين احنا بنعمل ايه بالظبط. يعني ما يبقاش مثلا حد ضغطه عالي يقول لك اشرب جنزبيل بيخسس. تمام. ما ينفعش واحد مثلا معدته تعبانه يقول له اشرب قرفه او ايا كان. لا، يعني لازم نكون فاهمين بنعمل ايه. لكن الاعشاب طبعا حاجه مهمه جدا وفعاله كمان. تمام. هدى، هناخد اليوم بتاع الكيتو. الكيتون احنا اتفقنا بدون يعني انا مش بشترط كميات، لان انا عارف ان انت هتشبعي كويس. تمام. بناخد بقى اي وجبه بنحط فيها الثلاث مكونات اللي اتفقنا عليهم، الدهون الطبيعيه، البروتين الطبيعي، النشويات او الفايبر، ممكن يبقى خضار. بنمنع خالص السكر والمسكر وال الثلاث وجبات. في ثلاث وجبات. يعني الثلاث وجبات هاكل دهون. ايه المشكله؟ صح كده. تمام. على فكره انت ممكن يكون في دهون في الاكل انت مش شايفاها، اللي هي الدهون الدايبه. تمام. زي ايه مثلا؟ اللحمه الدسمه مثلا، او البيض، ده فيه دهون دايبه. تمام. حاجات كتير، الفراخ فيها دهون دايبه. طب انا لو مشيت على النظام الكيتو وقت معين وخسيت فعلا، جميل، ولسه مكمله شويه بس انا زهقت، عايز اكل معلقه رز، عايز اكل حاجه مسكره كده، يبقى انا وقفت؟ طيب كسرت. لو انت عديتي، ده سؤال برضو مهم جدا يا استاذه هدى واحييكي عليه برضو. لو انت عديتي مرحله الكيتون فلو اللي هي في الاول وبقيتي كيتون ادابتد، انت كده بقيتي عندك طريقتين، او جسمك عارف طريق تاني للطاقه النظيفه. تمام. فانت ممكن ساعتها ترجعي باي طريقه وترجعي تاني للكيتون وانت مش متضرره ابدا. يعني لو في النص اكلت جدا، انت نفسك هتبقى صحتك احسن، هتقدري تهضمي الكلام ده كويس، وهتقدري تستفيدي كمان منه مش تضري. تمام. تمام. احنا معانا دقيقتين. ملخص الحلقه كله في نقدر نقول اسلوب حياه. جميل. ازاي هنعيش اسلوب حياه صحي من غير ستريس، من غير اي حاجه، اقل من دقيقه. طيب. لازم نحافظ على مستوى السوائل، لازم نحافظ على مدة الرياضة. تمام. او النشاط عموما، ما ينفعش ابقى قاعد طول اليوم. لازم اكون باكل فطار وغدا وعشاء، لازم اكون بنام زي الناس وبصحى زي الناس، لازم اكون ببعد عن كل المستحضرات المصنعة او الاكلات المصنعة، وباكل طبيعي. يعني ده على الاقل. لازم اتابع مع دكتور عشان يديني الحاجة المناسبة ليا، مش كده. اسمع من بره واجي. لا لا، ما ينفعش طبعا نطبق اي كيس او اي حال، اي حالة اتعملت بطريقة واطبقها على نفسي، لان انا ممكن اكون مختلف. بالظبط.
طيب مع الاسف وقت حلقتنا خلص. ميرسي كتير كتير جدا. قبل الحلقه انا كنت بتكلم مع دكتور حضرتك ايه، قال لي انا اخصائي تغذيه وسمنه، وتفاجأت ان هو كمان صيدلي كلينيكي. فدي حاجه اسعدتني جدا، لان بالفعل انا بعتز جدا بالصيدله الاكلينيكيين، بيبقى عندهم كميه علم يعني بارع. فانا سعيده جدا بهذا اللقاء، كلنا بنتعلم كلنا. ميرسي كتير، وسعيده جدا بيك النهارده يا دودو، وكانت حلقه حلوه كتير. احنا اتشرفنا بدكتور امين، مستنيينك بقالنا كتير قوي. ميرسي كتير. وفي نهايه الحلقه انا بشكر الموهبه سما بتاعت الحلقه اللي فاتت، شكرا جدا على الكلمه اللي انت وصلتيها لي، وانا بعتذر عن عدم وجودي كان في الحلقه، وان شاء الله اشوفك محققه وواصله لكل اللي انت تتمنيه. اشوفكم على خير يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله الساعه 10 في ميعادنا.